هذه الطبقة الصوت في الموسيقى كتسمى تينور. قدك المياس يا عمري، هذه كتسمى سوبرانو. من طبقات الصوت الشائعة كاين كذلك الالتو، الباس، ولكن قليل اللي كيعرف واحد الطبقة عجيبة ديال الصوت يحتشي بشر عايش اليوم ما عنده، وهي الكاستراتو. القرون الماضية كانوا كيمارسوا واحد العادة خبيثة مع الأطفال ديال العبيد وغيرهم، كيشدوا شي طفل وليد صغير وكيديروا واحد العملية اللي سميتها لا كاستراسيون، الإخصاء، كيحيدوا له الخصيتين ديالو باش الجهاز الصوتي ديالو ما يتطورش لصوت خشوني ويبقى صوت طفولي ولكن مع جسد وقفص صدري كبير. هذه صورة أليساندرو موريشي. القصة ديالو على ما يبدو هي أنه باش كان وليد صغير كان عنده واحد تشوه خلقي، والأطباء في هذيك الزمان كانوا كيتحاملوا أن الإخصاء كيحل المشكل. هذا تسجيل صوتي نادر ديال أليساندرو موريشي آخر كاستراتو.